وحول هذه التظاهرات مباشرة ينضم معنا مراسل التغيير بدر الركابي من بغداد. أهلا بك بدر. واليوم أزمة الدولار تحرك الشارع من جديد، والتظاهرات أمام البنك المركزي وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية. ضعنا أكثر في تفاصيل هذه التظاهرة. نعم زميلتي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نحن نتواجد الآن في ساحة معروف الرصافي وسط العاصمة بغداد، وعلى بعد أمتار من البنك المركزي، بناية البنك المركزي. هذه الساحة حاليا تشهد توافد لأعداد كبيرة من المتظاهرين من مختلف المحافظات العراقية. عندنا نتحدث عن الساعة 10 بدأت يعني أعداد من المتظاهرين من العاصمة بغداد بالتوافد إلى هذه الساحة، ومن ثم خلال هذه الدقائق وأتحدث معك الآن بدأت الأعداد تصل من المحافظات العراقية الأخرى، وهي الآن متواجدة بهذه الدقائق في ساحة الرصافي. هذه التظاهرة أتت نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار، وكذلك انعكاسات هذا السعر على القوت اليومي للمواطن وكذلك على الاقتصاد بشكل كامل. بالتالي هذا ما دفع اليوم أبناء المحافظات العراقية من مختلف المحافظات بالتواجد هنا بجوار البنك المركزي من أجل الخروج بهذه التظاهرة والمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار بما يتناسب مع قوت الناس وأيضا مدخولاتهم اليومية والشهرية. دعيني نستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع من يتواجد حولي من المتظاهرين. أحد المتظاهرين الآن حامل هذه اللافتة، نزل الدولار وإلا. فأيضا نتساءل، هذه اللافتة شنو السبب اللي خلاك اليوم تكتب هذا الشيء؟ أيضا مشاركتك اليوم بالتظاهر. مختصر الكلام أن الحكومة لا تستطيع حماية عملتها واقتصادها، فهي غير قادرة على حماية شعبها. بالتالي هذه الحكومة الأولى لها تستقيل فورا. مسألة الدولار وارتفاعه بيد الحكومة. الحكومة اليوم تخضع لإملاءات أمريكية FDI. الخضوع FDI هذا نوع من الاحتلال الجديد. الحكومة اليوم تقبل بالاحتلال في سبيل تثبيت كرسيها وحكمها. اليوم الكسبة في حالة ركود، الموظفين أموالهم ورواتبهم لا تغطي نفقاتهم، يعني تشتري مثلا طبق البيض كان 6000 اليوم تشتري 3000، هذا بأبسط مثال. إيش حال أصحاب الأمراض السرطانية والأدوية وبقية نفقات الدراسة ونفقات التعليم والكهرباء وغيرها، كل الأمور صعدت. لذلك هذه الحكومة عليها الآن يا أما أن تعدل قيمة الدينار وترفع قيمة الدينار، وأما أن تستقيل حالا. زميلتي بجواري أحد كبار السن أيضا يحمل قصة مغايرة. حجينا إذا أمكن السؤال فينا، حضرتك شنو كنت تعمل سابقا؟ حاليا شنو تعمل؟ مدرس تربية رياضية، حاليا حمال، لأنه من ارتفعت قام الراتب ما يكفي، لو أصير حرامي لو أشتغل أي شغلة، فاشتغلت حمال احسن ما اصير حرامي ولا اصير عضو برلمان. بس انا عملك شلون حاليا؟ مو زين والله، من هو يشتغل ارتفع الدولار السوق بعد ما يساعد، يعني ما نحصل 10,000 5,000 ندير وجهنا ونروح. لكن انا اسال العضو البرلمان راتبه 60 مليون يستلمه بالدولار لو بالعراقي؟ خل نفرض يستلمه بالعراقي، خل هاي ام الدولار تاخذ ال 25 وتنزل للسوق وش جبلها من اسواق؟ والله وجبه غدا ما تكفي. شكرا لك حجينا، ممنون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شنو عملك؟ والله شنو أثر عليكم الدورة اليوم وخلاكم تشتركون بهذا التظاهر؟ ناس كسبة يعني أعمال حرة، بس أثر علينا تأثير كلش سلبي. يعني الوضعية كلش ردية وجاي تنزل إلى الحضيض. يعني 20 سنة دولة ما سووا، ما يعرفون، مو رجال دولة عمي قوية، مو رجال دولة، حكومات كلها المتسابقة واللاحقة مو رجال دولة وما يحصلون رجال دولة، لان ما يعرفون يتعاملون ويا المحيط مالهم. يوم جيت لي ويا الخليج، يوم هاي رايح ويا ايران، يوم ويا امريكا. تظاهر التوافد كله تظاهره سلميه بحته، سلميه على مود ربع سعر صرف الدولار. اخي العالم ما يعني يعني 10,000 دينار شو تسوي؟ طبقه بيض 2,000 دينار، يعني نقيس احنا على قياس طبقه البيض شهر اربعه صارت ضعف. لماذا هذا الموضوع؟ هذا يعني جاي يعيشون المواطن بجوع، مع ان المواطن العراقي ملياردير. وين الخزينه؟ وين الفلوس؟ وين المليارات؟ وين الموازنه مال 2022؟ وين موازنه 23؟ كلها كذب في كذب، ودوله الى الحضيض بس تقوي العسكريات مالتها بسبيل تحمي مناطقها. هسه روح شوف كل المناطق مالتها كلها بها جيوش. خلينا نسمع من البقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حجينا؟ عيني انت. اليوم كل المحافظات وصلت حاليا لبغداد، شنو الخطوه المقبله لهذه التظاهرات؟ هذا المكان
اكو تظاهرات مقبله؟ ما طول زايد الدولار تبقى التظاهرات. الشعب الجوعان، شعب جوعان، شعب طلع من جوعه، من الفقر، من الفساد، من النهب والسرقات على مدى 20 سنه. اليوم الناس جوعانه، الناس تعبانه، الناس ماتت من الجوع والظلم اللي مارسوه علينا على مدى 20 سنه. ليش من اللي استفاده من زياده الدولار؟ هم بس الفاسدين والحراميه والمصارف الاليه مستفاد. دمرنا اليوم بطل الزيت حصل علينا، البيض حصل علينا، التمن حصل علينا، حصه تموينيه ماكو. ابسط شيء اذا نتمرض علاج ماكو بالمستشفى. اليوم حتى المريض غلى عليه العلاج، وين ما تروح يقول لك الدولار صاعد. تروح لابو الصيدليه، لابو الغذائيه، لابو الزراعه، كل شيء ماكو. يعني الدولار بس احنا تحملناه؟ لا زراعه عندك، لا صناعه عندك، لا اقتصاد عندك، كل شيء ماكو بالعراق، بس ماكو نهب. هذا الشيء اللي حتخليها الناس تنفجر. اليوم الناس واقفه على اعصابها، اليوم الناس متدمره، اليوم الشاب يطلع على 1000 دينار، لو يحصل لو ما يحصل. الناس هي الناس مفجوره، الناس مفجوعه، الناس ميته جوع. اليوم العائله تتغدى ما تتعشى، اليوم الناس عوائل وايده تموت من الجوع، ما لاقين اكل، حسره علينا. هاي ثوره الجياع اللي دنعيشها احنا والجوع. اليوم الطحين 60,000، البيض 8,000، التمن 3,000، كل شيء صاعد بالعراق واحنا متحملين نهب وفساد وسرقات هالدوله هاي. يعني بهذه الحرقه زميلتي، نعم نعم، كما تحدثوا بهذه الانعكاسات السلبيه التي اثرت على الناس وقوتهم اليومي، هذا ما دفع هذه الاعداد اليوم بان تتواجد في هذه الساحه من اجل المطالبه بعوده سعر صرف الدولار. نعم. بما يتلائم مع قوتهم اليومي. نعم بدر، يعني نتمنى ان يتم اتخاذ الاجراءات العاجله للحد من هذه الازمه وما يحصل وما يعاني منه المواطنون. شكرا لك بدر الركابي، كنت معنا من بغداد.